جماعة. هو آخر صور. الآن يعني بدأت بغداد تستقر، يعني قبل كانت أحداث أمنية وكذا، حاليا بدأت بغداد تستقر، بدأت الحكومات تلتفت المواقع الأثرية، بدأت المواقع التواصل الاجتماعي أيضا تلتفت المواقع الأثرية. هسه من تشوف انه اكو شباب مهتمين بهذا الموضوع جايين يشوفون، تتامل خير انه اكو تغيير جاي بالنسبه لموضوع الهويه والتراث والحفاظ عليه واهميته بالنسبه مو بس فقط لنا لكن للاجيال القادمه كمصدر دخل كمصدر هويه.